لو شفنا على الداتا شو حنلقى الحجة تانية. هذه اسمها مودس تولنز، وصورتها إذا سين فصاد ليس صاد إذن ليس سين، إذا سين فصاد وليس صاد إذن ليس سين، إذا أمطرت ابتلت، لم تبتل يبقى لم تمطر. هذه أيضا حجة صحيحة، بدليل أنك لو شفت في الشاشة، صح؟ الشاشة اللي هي التلفزيون، مش حتلقى صاد صاد كاف، صح؟ الشاشة اللي غادية بدءا من العمود الثالث وغادي، ما فيش صاد صاد كاف، يبقى الحجة إيش؟ فالد. ما فيش، أوكي. ولو عكست الاثنين حتقع في أغلوطة مودس تولنز وحتلقى تي تي اف. عكست شنو بدي عكست؟ يعني لو قلت إذا أمطرت ابتلت، لم تمطر إذن لم تبتل، حتكون انفاليد. ثاني، إذا أمطرت ابتلت، به ما أمطرتش يبقى ما ابتلتش. ما ممكن حد رش الشوارع بمياه، صح؟ اوكي، هذه يسموا فيها الثانيه اسمها اغلوطه مودس تولنز، هذه اسمها مودس تولنز. لاحظوا ان في حجج، زمان طلع كتاب اسمه لماذا يحب المثقفون فيروز، سبعينات. واحد اسمها محمود عوض، بعد ما طلع الكتاب هذا زاد مبيعات أشرطة فيروز. واضح الفكرة يا صبري؟ بهي اللي شرى فيروز ايش قاعد يقول الروحة؟ يقول كل المثقفين يحبوا فيروز وأنا نحب فيروز، يبقى أنا مثقف. لو درت أنت في جدول ايش حتطلع لك؟ حتطلع لك إذا سين فصاد صاد إذا سين، اللي هي أغلوطة مودس بونز اللي درناها بدري. واضح؟ خلينا نعاودها مرة أخرى. إذا كان كل المثقفين يحبوا فيروز معناها لنا لما نحب فيروز أنا مثقف، لا لا، هذه أغلوطة مودس بونز. فكرة التطير والتشاؤم، شنو فكرته؟ إذا رأيت قطة سوداء أصبت بمكروه، صح؟ يبقى كأن إصابتي بمكروه سببها هو رؤيتي للقطة السوداء، وهكذا. هنجيب حاجة اسمها مأزق الإحراج، اللي هي ديليما أو دايليما. شنو الدايليما؟ هو مأزق، بمعنى أن قدامك بديلين وكلاهما يؤدي إلى النتيجة نفسها، فأنت متورط في هذه النتيجة. يبقى شكلك شنو؟ هي سين يا صاد، وسين حتعطيك عين وصاد حتعطيك عين، يبقى ما عندكش مهرب من عين. لازم يكون اثنين ولا أكثر. To simplify نبدأ باثنين، أوكي؟ يبقى شنو ستراكشر متاع الدلمة؟ سين أو صاد، قضية فصلية. إذا سين فعين، وإذا صاد فعين، إذن عين. بالضبط. هذه يقولها دلمة، دلمة أو دايلمة. قال له طحت ولا طيحك فرس؟ قال لك حاله صدر الوضع، قال له في حالتين صدر الوضع. نفسها بالضبط دائما، يا اما انت تسقطت بروحك ولا اسقطك الفرس. بي كان سقطت بروحي ما وسط الارض، وكان اسقطني الفرس ما وسط الارض، يبقى انا وسط الارض. اوكي،
مثال آخر، لما أحد زعماء التتار أراد أن يحرق مكتبة بغداد، جمع المسلمين، مش بيقنعهم بس، بيهم يحرقوا معه. قالهم إما أن الكتب الموجودة في هذه المكتبة، كانت أغنى مكتبة في العالم، إما أن هذه الكتب مع القرآن أو ضد القرآن. إذا كانت مع القرآن فالقرآن بين أيدينا يكفينا، وإذا كانت ضد القرآن فهي كفر وضلال. يبقى في الحالتين حرق. واضح؟ بس الهدف كان وراه حاجة أخرى. لا ما فيش هدف. لا السؤال هل حجة صحيحة ولا لا؟ هذا السؤال. حنشوف حجة صحيحة ولا لا؟ بس لاحظوا حاجة، لاحظوا إن في الدايليما ما عادش نشتغلوا بقضيتين، ثلاثة. ليش؟ لأن أنت إيش عندك؟ عندك يسين يصاد، صح؟ والسين إيش تعطيك؟ عين. والصاد إيش تعطيك؟ يبقى أنت وصلت للأرض ولا؟ عندي ثلاث قضايا. لما ندير جدول الحجة فيها ثلاث قضايا مش أربع سطور، ثمانية، لأن عندك ثمان بدائل الاحتمالات، صح؟ ولو عندك أربع قضايا عندك 16 بديل، ولو عندك 10 قضايا عندك 1024 بديل. شفتوا كيف أن تداول الصدق حيتعبك بعدين إذا كان كثرا قضاياك. اللي هي تو أس أس إن، أوكي، حيث إذا كان إن واحدة معناها عندك سطرين، كان اثنين عندك أربعة، كان ثلاثة عندك ثمانية، كان عشرة عندك 1024. إيش حيكون شكل الجدول؟ شفت شكله؟ مقدمة الأولى الفصلية، صح؟ ألف أو باء. ألف تعطيني عين وباء تعطيني عين، يبقى أنا متورط في إيش؟ في عين. لاحظوا الترتيب هذينا مهم جدا. نحن لما كان قضيتين إيش كنا نديره؟ كنا نديره تي تي أف أف تي أف تي أف. الآن لأن عندي ثمانية حندير أربعة أربعة، اثنين اثنين، واحدة واحدة. لاحظوا أن الثمان إمكانات هذينا هنا الإمكانات الثمانية الوحيدة، ما فيش إمكان تاسع. شو بيكون التاسع؟ ما هن يا صديقات كلهن يا كذبات كلهن، يا الاثنين لأولاد صادق إلى آخره، ما عندكش بديل آخر. يعني كأن هذا يستنفد جميع الإمكانات المنطقية. نبغى نشوفه في جميع الإمكانات المنطقية هذين، هل يحدث أن تصدق المقدمات وتكذب النتيجة؟ به حنجي ألف أو باء، قضية إيش؟ فصلية. والفصل يكذب في حالة واحدة، أمتى؟ الفصل لما الاثنين كذبت. رتون باقي صادق. هذه قضية شرطية، الشرط يكذب في حالة واحدة إذا صدق المقدم وكذب التالي. يعني لما تصدق هذه وتكذب هذه هو كاذب. هي وحدة ألف فعين، شفتوها؟ صدق الأول وكذب الثاني، وهنا أيضا الباقي صادق. نفس القصة هنا، وهذه عبارة عين زي ما هي. الآن بحثوا لي في الشاشة ودوروا لي مش تي تي اف، تي 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 اف. هل في تي 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 اف؟ هل عندك صاد 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 كيف؟ ما فيش. يبقى الحجة شنو؟ بارد. بارد لأنه استحالة أن تصدق المقدمات وتكذب النتيجة. يبقى حجة هولاكو فالد؟ نعم. هولاكو تاع الكتب،
هوش تبالد but not sound. بس شوفوا أهمية الصدق. ليش مش ساوند؟ صح هي فالد ما قلنا شيء، صح لو مقدمتها صادقة نتيجتها صادقة، لكن مقدمتها مش صادقة. هي أول مقدمة شو يقول؟ يقول لي الكتابات هذين مع القرآن يضده، لا في بديل آخر، لا معه لا ضد. يعني كتاب في الفيزياء مع القرآن ولا ضده؟ مش شربك. بتعبير دقيق، المقدمة الفصلية في حجة هولاكو لا تستنفد كل البدائل، هي تعطي فيها في بديلين، تضر فيها على بديلين، بينما في بدائل أخرى. بعدين حتى القضايا الأخرى هو قال له إذا كانت مع القرآن فالقرآن بين أيدينا يكفينا، من قال هذا؟ يعني لما يكون كتاب يفسر القرآن معناها معاش نبي التفسير لأن عندي القرآن. أوكي؟ وإذا كانت ضد القرآن فهي كفر وضلال. به أحيانا كتاب ضد القرآن أنا يهمني، فش الرد عليه؟ وش نحرقه؟ حتى بنفهم حتى الطرف الآخر كيف؟ بالضبط، واضحة. يبقى كأن حجة هولاكو على صحتها معتل، ليس صحيح، ليس سليم، واضحة؟ تمام. يبقى كأن هذا يسمو فيه سودو ديليما، إحراج زائف. يبقى متى يقع الإحراج الزائف؟ عندما تكون الحجة صحيحة لكن بعض مقدماتها كاذبة. تمام؟ في حالة اسمها الإحراج المضاد. شنو الإحراج المضاد؟ إن يجيك واحد أو خلينا نسموها الحجة المضادة بس فعلا مش إحراج، counter argument. يجي صبري يعطيني حجة، شو ندير له صبري؟ نخذ له مقدماته بر واحد وننتهي إلى عكس نتيجته. طبعا لو تنجح فيها مدمرة، يعني بمنطقك أنت نفسه حرد عليك. أوكي، نعطوا أمثلة. نتفرج عليه برنامج في أمريكا في السبعينات اسمه تومورو، قدم فيه واحد اسمه توم سنايدر، فقه في أمريكي ما يديرش لقاءات إلا مع مفكرين كبار. وتمورو ليش؟ لأنه يجي بعد تونايت شو، يجي عقبل ليل الساعة واحد، دير لقاء مع من؟ مع واحد شخصية تربوية معروفة في أمريكا، وين كان؟ كان في كوبا. فسنايدر قال له حكيني على كوبا. قال له شوف، أنا شفت أنظمة التعليم واجدة في العالم، لم أرى شيئا كهذا. طبعا وشعات سنايدر كوبا شيوعية، فقال له معلش راح الناس حيقولوا عليك شيوعي، لها معنيين، انت حيقول الناس عليك شيوعي. ايش قال له؟ قال له جملة واحدة، قال له you don't have to be a Jew to like bagels، لا يلزمك أن تكون يهوديا حتى تحب خبز اليهود. بيجلز نوع من الخبز اليهودي محبب وجميل. هو في الواقع قاعد يقول له حجتك هذه حنعطيك حجة مخالفة لها. شنو حجة سنايدر؟ اللي راهي ما انقالتش صراحة، أنا implicitly انقالت. كل الشيوعيين يمجدون كوبا، أنت تمجد كوبا إذن أنت شيوعي، اللي هي
فالسي اوف مودس بونز نفس راهي المثقفين بتاع فيروس. ايش رد عليه؟ قال له كل يهود يحبوا خبز اليهود. انا نحب خبز اليهود مع اننا يهودي. شفتوا بنفس المنطق ام اثينيه تنصح في ابنها تقول له يا بني اذا قلت الحق اغضبت الناس واذا قلت الباطل اغضبت الله فانت مغضوب عليك في الحالين. قالها بالعكس يا ماما، اذا قلت الحق ارضيت الله واذا قلت الباطل ارضيت الناس فانا مرضي عني في الحالين. واضحه؟ very powerful argument. ليش؟ لانك تستخدم في منطق الخصم في سحب البساط من تحت قدميه. اخر حاجه وحنطور فيها شويه يعني كلمه ما، لان من اهم maybe the most powerful technique of disproof يسمى بال reductio ad absurdum. reductio ad absurdum شري absurd ما لا معقول الابسردتي reductio الرد ان ترد حجمة حجة الخصم الى شيء منافي للعقل. وفكرة البرهان انك to prove a تبي تثبت أنت واستحصى عليك أن تثبتها بشكل مباشر. على فكرة هذا اسمه بالعربي برهان الخلف، برهان في تراثنا اسمها برهان الخلف. To prove A شدير two steps. واحد assume not A two prove that not A leads or implies to absurdity. يعني بالنسبة لك هذه أنا نقول لك يا سيدي لنفترض جدلا أن هذه غلط. راهو لو افترضنا أن هذه غلط، يعني افترضنا هذه عكس هذه، لو افترضنا هذه حنحصلوا هذه وهذه غلط، يبقى هذه غلط يبقى هذه صح. واضحة؟ To prove A assume not A prove that A not A implies a contradiction or something absurd or something false متناقض أو خاطئ أو خاطئ أو كاذب. أوكي؟ ما يعطيك كذب لا يعطيك الكذب إلا الكذب. وإذا كان هذا كذب يبقى عكسه صح. أوكي؟ برمى بالضبط. طبعا حتقول لي شكلها معقد، هذا البرهان مطبق في 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 حياتنا اليومية دون أن ندري. هنبدأ أمثلة بسيطة. لما نقول لك لو كان يحرث ما باعوه، ايش قاعد نقول هنا؟ قاعد نقول في برهان خلف. نقول لك انا بنثبت لك انه هو ما يحرثش، هذه ايه. تقول لي كيف تثبت انه ما يحرثش؟ نقول لك افرض انه يحرث، تو لو كان يحرث باعوه. اذا كان يحرث مش حيبيعوه، لكن ما باعوه يده ما يحرثش. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، برهان خلف. هو بش بيثبت؟ شو بيثبت لما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ يعني في إله واحد.
فقال افرضوا في اله غير الله ايش حيصير؟ حتفسد الارض والسماء. هل فسدت؟ لا. يبقى لا اله الا الله. خلينا ناخذ مثال more sophisticated. عارفين الراشنال نمبرز؟ الراشنال نمبرز لا ناتشرال طبيعي الراشنال لا الراشنال ان الاعداد التي عندما تكتب لا تنتهي. جذر 3 كم؟ جذر 10 كم؟ 3.33 الى ما لا نهايه صح؟ يسمون فيها الاعداد غير المنطقه او الكميات الصماء غير المتجذره. هذا كله اسم لكن فهمنا الفكره. عباره عن ايش العدد هذا؟ عباره عن عدد لما تكتبه لا متناهي حتكتب نقاط بعدها مش حتقدر تكتبه كله. جذر 2 1.14 الى اخره. تمام. سؤال الاعداد هذينا انت خذ يا سيدي جذر اي عدد اولي جذر 5 جذر 7 جذر 11 جذر 13 كله. السؤال الاعداد هذينا راشنال نمبرز كم واحد في منهم؟ كم واحد عندنا منهم؟ انفينيتي؟ نو نو مش اود نمبرز لا لا برايم الراشنال نمبرز اللي لما نكتبها نكتبها هكذا. كم واحد من هذين عندي؟ انفينيت مفتوحة هي شكلها انفينيت صح؟ لا المفاجأة مش أنا أكثر من انفينيت. تو النشر نمبرز انفينيت هذا أكثر من النشر نمبرز. قول لي كيف في أكثر؟ قول لك فيها ها؟ أولا إيش معنى انفينيت؟ لا 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 نبغى التعريف الرياضي للانفينيت. كيف تثبت ان شيء ان فئه معينه لا متناهيه؟ يعني مثلا الاعداد الزوجيه متناهيه؟ لا متناهيه. كيف نثبتها انها متناهيه؟ الفرديه متناهيه؟ لا. كيف نثبتها؟ العدد الفكره باختصار اللي نقيس عليه باش نعرفوه ولا متناهي ولا لا هن الناتشرال نمبرز. يعني باي ديفينيشن الواحد اثنين ثلاثه هذا باي ديفينيشن انفينيت. انا بنثبت لك ان الايفن نمبرز انفينيت. كيف نثبتها؟ نقول لك كويس انا حندير لك 1 تو 1 كورسبوندنس بتوين even numbers and natural numbers. اساسا الاولي خليته هذا خلاص باي ديفينيشن باي هذا معنى لا متناهي. هذا الديفينيشن تاعه انفينيت تساوي ناتشرال نمبرز بالتعريف. الان بالنسبه الايفن نمبرز ار انفينيت شو ندير؟ ندير تطابق واحد لواحد بين الايفن والناتشرال. نقول لك شوف الواحد قبلها اثنين وهي تقبلها أربعة وهي تقبلها ستة أنت القصة. الآن عارف أن هذا إنفينيت. ليش؟ لأنك عارف أن أي رقم تلقاه هنا يقابله واحد هنا. واضحة؟ ديتو للأود نمبرز نفس القصة. تمام. الآن أنت تدعي أن الإراشنال نمبرز are infinite صح؟
انا اللي بثبت لك ان هن اكثر. فنقول لك ونفرض يا سيدي ان معك حق، افطن ابو الخلفة، نفترض جدلا ان ان لا ان 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 الراشنال نمبرز انفينيت، انا بالنسبة لك ان راهو مور ذان انفينيت. قول لي به نفترض، نقول لك افترض جدلا ان الراشنال نمبرز ار انفينيت. لو هن انفينيت بالتعريف ايش معناها؟ ما نقدر ندير 1 تو 1 كورسبوندنس بين من ومن؟ بين الراشنال نمبرز وبين الناتشرال. فير؟ تمام. نقول لك باهي حط لي هنا الراشنال نمبرز ودير لي ال 1 تو 1 كورسبوندنس نتاعك اللي تحكي عليه، وانا ما يهمنيش كيف تديره ولا يهمني كيف ترتبه، لكن بالتاكيد اللي عندك حاجه بالشكل هذا، اكيد عندك مثلا هنا مثلا وهنا عندك رقم اخر مانيش عارفك كيف جبته، لكن ماليش علاقه انا. وهنا عندك مثلا رقم واحد اخر، انت تفترض اذا كان انت محق معنى عندك في جعبتك تطابق 1 تو 1 بين الراشنال نمبرز والناتشرال نمبرز، وانا يا سيدي من غير ما بحثي قائمتك حنطلع لك الراشنال نمبر مش عندك في القائمه من غير ما حنك. قل لي منين كيف عرفت؟ نقول لك اهو اكتبه، او حنطلع لك رقم نكتبه لك توه، ماهوش قاعد في القائمه هذه. لحظه القائمه هذه ماشي هيك يا ماشي هيك، تقول لي به شنو الرقم اللي عندك؟ تاخذ على يسار الفاصله، ها تاخذ يمين الفاصله ويسار الفاصله. لا 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 لا، نقول لك شوف في قائمتك اول رقم يطلع لك شنو؟ قلت لي في قائمتي طلع لي واحد، نقول لك اكتب عندك شنو؟ اثنين. لا لا انا ندير لك في رقم توه ما عندكش، اكتب اثنين. قول كتبت اثنين بيه، بعدين تعال للثاني واحد في القائمه عندك شنو ثاني رقم عندك؟ قلت لي ثلاثه، اكتب اربعه. تعال الثالث رقم عندك وشوف ثالث رقم فيه ايش عندك؟ اثنين، اكتب لي ثلاثة. ايش قاعد ندير تونا؟ قاعد نتشكل في رقم، هذا واحد دلتا اثنين، باش نضمن انه مش هذا. درت هذا اربعة بدلت ثلاثة باش نضمن مش هذا. قاعد ماشي معاك، انت تقول وانا نكتب، هذه يسموه فيها diagonal argument، قاعد نشكل لك في رقم هكنا، وفي كل مرة نغير لك في اللي عندك. اللي حيطلع حالة في النهاية عندك ما عندكش، قائمتك انت تقول له متناهية، يبقى انا عندي رقم trans infinite يسموه فيها الاعداد الموغلة. كيف اثبتت هذه؟ بالريدكتيو اد ابسردم. لو طلب مني اثبتها مباشره اني نثبت ان الراشنال نمبرز عددها فوق اللي ما قدرش مباشره، اكتبها بايش؟ ببرهان الخلف. خلينا نعطي امثله ابسط لان راهو البرهان مهم جدا. واحد جل طلبته يدرس فيهم في محاضرة كل يوم في أيام الأسبوع، يعني عطلة جمعة والسبت، لكن من الأحد الخميس عنده محاضرة، واضحة؟ قال الأسبوع الجاي you have a surprise quiz، صبر طالب قال له ما تقدرش استاذ. قال كيف نقدر؟ قال لك ليش تعطينا سربرايز كويس؟ قال ليش؟
قال له هل تقدر تعطيه يوم الخميس؟ قال ليش لا؟ قال مش حتقدر، مش حيكون سيرفرايز، لأنه وصلنا للربحة ما عطيتهاش، ما عندكش لا بكرة تعطيه، يبقى عارفين صح ولا لا؟ أفضل. وهذه برهان كلفة الأخيرة، يبي يثبت لنا ما تقدرش تعطيه يوم الخميس. ليش؟ قال له أفرض تعطيه يوم الخميس، إذا كنت تعطيه يوم الخميس معناها الربح اللي عند الربحة ما عطيتهاش، يبقى مش مفاجئ. قال الخميس برا، قال الخميس برا عندك حق، قال له ولا ربحة تقدر تعطيه. ليش؟ قال له لأن جاء الثلاثة وما عطيتهاش، وعارفين إنك ما تقدرش تعطيه الخميس، يبقى أكيد الأربعة، يبقى مش حكم مفاجئ إلى آخره. طب من هذه مفارقة. ليش؟ لأن من جهة كيف ما يقدرش؟ يقدر، ومنطقية ما يقدرش باستخدام برهان خلف. أوكي، ممكن آخر مثال. مر عليكم اللغز متاع القبعات؟ فكرة بسيطة، هو خمس قبعات، ثلاثة بيض واثنين حمر. هذه معلومة عندك، وجبت ثلاثة حديد، توفيق، عادل، محمد، وحطيتهم في طابور. هذا عادل، هذا توفيق، هذا محمد. ثلاثة عندهم علم بهذا الوضع، وحطيت على كل واحد قبعة بدون ما يحقها. كويس، بس لاحظوا ان عادل يحك في قبعة توفيق ومحمد، وان توفيق يحك في قبعة محمد. محمد ما يحك شيء، لا في روحه لا في اللي فيش حد قدامه. واضحه؟ سالت عادل، يا عادل عرفت لون قبعتك؟ بحت اللي قدامه، قال لا ما زلت مش متأكد. سألت توفيق، توفيق عرفت لون قبحتك؟ ما قدامش إلا محمد، بحثي محمد، قال لا ما عرفتش. سألت محمد، عرفت لون قبحتك؟ قال عرفت. اللي ما يحك في شيء. كيف؟ ريدكتيو أد أبسردو. قال لك معي. سألنا عادل، يا عادل عرفت لون قبحتك؟ قال لا. ماذا نستنتج من ذلك؟ ماذا نستنتج من جهل عادل بلون قبعته؟ لأن عادل شاف، لأن حول من قبحة واحدة بيضة واحدة حمرا، الطواقي بتاعته في قول لا محددش. أنا أقول لك ليش، ها؟ لو نعطيك مثال، لو عادل شاف ان الطاقتين حمر، وقف عندك توفيق، وقف عنده. هذه الإجابة، هذا كلمة تعرفه، كلمة تعرف ان عادل لم يرى حمروين، لانه لو راى حمروين لعرف ان قبعته بيضاء. اذا عادل شاف وحده بيضاء، لا مش شرط والله، ايوه، لكن اللي اكيد شنو اول معلومه؟ هو ما شافش اثنين حمر. برافو عليك، عادل لم يرى قبعتين حمراوين، هذه أول نتيجة. اللي عرفناها منين؟ من جهل عادل بقبعته.
لاحظوا ان المعلومه هذه وصلت لتوفيق توه سمعها ضقل ما عرفتش. يبقى توفيق عارف ان هذين مش حمر. يشوفه بتعمل. لو ان توفيق راى محمد حمراء لعرف انه ليس احمر. ليش؟ لان توفيق عارف هذين مش حمر الاثنين. ولو شاف هذه حمراء قال انها بيضاء ما قالهاش. يقول ما شاف حمراء يبقى هذا ابيض. شفت ريدكتيو. نعودوها. هذا كيف فكر؟ هذا ما فكرش واجد. هذا بحث اثنين ما لقيش ما عرفش. هذا استنتج يقول لو انه راى هو بيثبت انه لم يرى حمروين. قال لي نفترض ان راى حمروين. لو انه راى حمروين لعرف قبعته لكنه لم يعرفها. اذا لم يرى حمروين. واضحه المعلومه هذه؟ وصلت لمن؟ توفيق. توفيق عارف ان اللي يمكن يكون هو واللي قدامي حمر. وبالتالي لو كان توفيق حق حمراء لعرف انه ابيض. لكنه لم يعرف. يبقى لم يرى احمر. اوكي تمام. هذا استعمال لبرهان الخلف. هنوقف. أعتقد وجبة دسمة بما يكفي. بس خلينا نقل دقيقتين في حاجة مهمة الحقيقة، وهي جزئية لها علاقة بإيش؟ بالقضايا الشرطية. القضية الشرطية هي أكثر حاجة تلخبط في الناس. طول الوصلية واضحة، سين وصاد. ولاحظوا الوصل تبادلي. يعني إيش تبادلي؟ يعني هذا تقدر تجيبها أنا وأنا أجيبها. سين وصاد هي صاد وسين. دير جدول صدق سين وصاد، وتلها صاد وسين تلقاهم كبعض. زي الجمع. وسين أو صاد حتى هي تبادل. وحتى التشارط سين إذا وافقت صاد هي نفس صاد إذا وافقت سين. شرط لا. والله دكتور هذا نفس اللوجيك اللي هو اصلا نستخدمه احنا في الديجيتال لوجيك ديزاين. تو واخذينه منه انتم. ايوه ما هي هذه يطلق هو انا تو يعني نعم. شوفوا الجيتس هذين الان بالجول. شوفوا اذا سين فصاد غير اذا صاد فسين. وديما لخبطوا بين. مش كبعض؟ مش تمام. ايش معنى سين ما لم صاد؟ سين ما لم صاد. ما لم صاد. Unless. Unless. S. Unless. P. Unless Q. ايش معنى؟ وتجيك الحجة. وتلخبطك. سين ما لم صاد. تعني إذا ليس صاد فسين. مثال حنزردو ما لم تمطر. إذا ما مطرش نزرد. واضح؟ مش تأكيد لا يعني شرط. هو يقول إذا كذا فكذا لكن ملتبسة. فأنت أينما رأيت ما لم حط بدلها إذا ليس سين ما لم صاد. إذا ليس صاد فسين. أوكي. واحدة أخرى تدير في مشاكل اللي هو الشرط الضروري والشرط الكافي. necessary and sufficient condition. شو معناها سين شرط ضروري لصاد؟ لا ما كلمة ما لم شفت هتعقد لي أكثر. أنا نبي حاجة استخدم فيها إذا كذا فكذا أسهل. لأن إذا كذا فكذا واضح وين المقدم. تقول لما قلت لك سين ما لم صاد كيف ترجمناها؟ إذا ليس صاد فسين. واضحة بهي. سين شرط ضروري لصاد. ما معنى أن يكون الأكسجين شرط ضروري للاشتعال؟ إذا صاد فسين. إذا صار فسين. لا خلينا في المثال نفسه.
ما معنى أن يكون الأكسجين شرطا ضروريا للاشتعال؟ معناها إذا هناك اشتعال، إذا لم يكن هناك أكسجين ليس هناك اشتعال. يبقى سين شرط ضروري صاد، معناها إذا ليس سين ليس صاد. وجود اشتعال شرط كافي لوجود أكسجين. إيش معناها؟ إذا كان هناك اشتعال فهناك أكسجين. لا خلاص خاتم بها أنا. يبقى سين شرط كافي لصاد تترجم إلى إذا سين فصاد. تجرع السم شرط كافي ولا ضروري للموت؟ ضروري كافي. ليش؟ لأنك إذا تجرعت السم تموت، لكنه ليس ضروري لأنك قد لا تتجرع السم وتموت. واضح؟ المتنبي يقول عذلت أهل العشق حتى عرفته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. ها عادل وصلت؟ عذلت أهل العشق، كنت اللوم عليهم العشاق هذول، حتى عرفته فعجبت كيف يموت من لا يعشق. استغرب كيف يموت اللي ما يعشقوش، كما لو أن العشق ضروري للموت، كما أن من لا يعشق لا يموت. واضحة؟ نشوفكم في الحلقة الأخيرة بإذن الله الأسبوع القادم، اللي حتكون مخصصة بالكامل للأغاليط. السلام عليكم.